وانت غيرت العربية وكمان السواق؟ انا كده يا كلمي، اخر حاجة تهمني الفلوس. انا غيرت العربية والسواق وممكن اغير الفيلا كمان في اسبوع واحد. انا اصل ملول بطبعي. اوكي، معنى كده بقى انك ممكن تزهق من كيمي. لا عاش ولا كان اللي يزهق من كيمي. بعد الشر عليك يا عليوة. اوبس، ام سوري، قلت عليوة من غير انكل. لا، ما احنا عايزين ناخد على بعض بقى. انت تقولي لي عليوة، انا اقولك يا كيمي كده يعني. لا خلاص، وصلنا يا استاذ. طيب، اتفضلي انت اسبقيني وانا هحاسبه وهحصلك. يعني ايه تحاسبه؟ هي مش عربيتك؟ عربيتي، قصدي هحاسبه حساب عسير لان فضل ماشي على مهله. هديله حسابه وامشيه. لا يا عليوة، بليز ما تقطعش عيشه، حرام. من فضلك اوعي تتدخلي بيني وبين الموظفين بتوعي. اتفضلي اسبقيني وهحصلك. اوكي يا عليوة. اتفضل يا سيدي، ادي الحساب. دي بقى عشان فضلت ساكت ما ردتش عليا ولا كلمه انا قلتها. حضرتك بتقول حاجه؟ اصلا انا ما كنتش سامع من المزيكا. تؤمر بأي خدمه تاني؟ لا، شكرا، شكرا جزيلا، كتر خيرك. حاضر يا فندم. استنى هنا. وفرت يا سيادة اللواء. استنى، انا هساعدك يا فندم، انا هساعدك. ازاي حضرتك سيادة اللواء؟ انا الصوت ده انا سمعته يوم الثلاث اللي فات. ايوه يا فندم، ذاكره حضرتك حديد. انا ميس ناديه، النظره بتاعت المدرسه اللي فيها حفيد حضرتك. ايوه بالظبط كده، اهلا وسهلا. انا للاسف الشديد انا الذاكره بتاعتي مش هي اللي قويه. انا من ساعه ما سمعت الصوت ده وانا لا يمكن انساه. شكرا يا فندم. وحضرتك رايح فين؟ لا ده انا رايح لواحد صاحبي عن معاش زي حالاتي كده في كافيه هنا قريب. انت عارفه الوحده صعبه. تحب اوصلك؟ لا كتر خيرك، كتر الف خيرك، متشكر خالص. ايوه انا ما فيش مشكله، يعني انا معايا عربيتي ممكن اوصل حضرتك. لا متشكر جدا، ده هي خطوه يعني اوصل على طول، ما تتعبيش نفسي. انا مش هتعب نفسي ولا حاجه، ده انا كنت لسه في اجتماع في الوزاره وراجع المدرسه تاني، يعني في سكتي عادي. لا متشكر قوي، كتر خيرك، كتر الف خيرك. متشكره يا فندم. يعني تمام، تقدر تمشي لوحدك وانا اوصل حضرتك؟ لا خليكي مستريحه، انا ده خطوتين اهم. هو بس يشرفني يا فندم، يشرفني لو حضرتك جيت مكتبي يعني تشرب معايا فنجان قهوه. ان شاء الله، ان شاء الله هاجي لك المكتب على طول. متشكره يا فندم، متشكر خالص. يا مدام، لو سمحت يا مدام. نعم. امال فين الاستاذ اللي كان واقف مع حضرتك؟ دخل الكافيه هنا ليه؟ اصله نسي المحفظه بتاعته، الظاهر ان الشبكه عنده عطلانه، بتصل بيها على الموبايل ما بيردش. طب هات انا اوصلها له. لا انا مش عاوز اتعب حضرتك. انت لو وقفت هنا هتتكلمش، انا هوصلها له. يلا انا متشكر لحضرتك جدا، اتفضل يا فندم. متشكره جدا، شكرا. ماشي يا ياسمين، يعني انا اجيب لك الموبايل وادفع دم قلبي وفي النهايه ما ترديش عليا؟ ماشي. هدي نفسك يا زيزو، مش كده، بنتك مش صغيره، يعني هتروح فين؟ هتروح فين؟ هتروح تقابل واحد في طريق السويس، يعني على اقل تقدير زمانها اتخطفت دلوقتي. يا زيزو بنتك عاقله وبدل تليفونها مفتوح يبقى اكيد ما حصل لهاش حاجه وهتتصل بيك. معقوله يعني يا حماتي؟ يعني لو حصل لها حاجه اول حاجه هتعملها تقفل الموبايل؟ اهو بتتصل بيك، يلا رد عليها. مش هي ده شريف؟ شريف بتاع البنك، رد عليه. اوام انا ما شفتش لهفتك دي على ياسمين. رد عليه، رد عليه بسرعه. حاضر حاضر. الو، ها شريف، ايه الاخبار؟ عبد الرحيم مين؟ ايه؟ عبد الرحيم بيه؟ انت ما تعرفش عبد الرحيم بيه؟ ماشي ماشي ماشي، انا مسافه السكه هكون عندك على طول، ربنا يستر. ماشي ماشي، سلام سلام سلام. ايه في ايه؟ حصل ايه؟ اخرب بيتك يا شريف، طين الدنيا كالعاده. يا ساتر يا رب. بص يا حماتي معلش، انا هروح البنك بسرعه، نص ساعه واجي. يعني يا ريت تخليكي ورا ياسمين، كلميها على طول لغايه ما ترد عليكي وطمنيني لو سمحت. بس انا عندي مشكله، ما عنديش رصيد في تليفوني. معقوله يا حماتي؟ حاضر،
اتفضلي ادي موبايل اهو، خليكي وراها، ولو في اي حاجه كلميني على التليفون بتاع البنك، انت عارفاه. عارفاه يا زيزو، عارفاه. ماشي ماشي ماشي. عايز حاجه تاني؟ لا مفيش. عايزني ابص على كريم؟ عايزني ارضعه واكله اشربه اعمل له اي حاجه؟ اهم حاجه ما تخليهوش يخرج من البيت خالص يا حماد. ايه ده؟ هو انت حابس الاولاد يا زيزو؟ ويا ريت جايب نتيجه يا اختي، يا ريت بيجيب نتيجه. ردي بقى، انا في طريق السويس. ايه ده؟ غير متاح؟ يا ربي اعمل ايه دلوقتي بس؟ عندهم هنا شوكليت كيك ما اكلتيش زيه في حياتك. ايه ده؟ ده مش كفيف. وحاسب على المعاش؟ يعني لا هو متقاعد ولا كفيف وبتاع بنات صغيره. ماشي، ده انت ليلتك سوده. لا سيبك من المنيو. انا عايزك بقى تجيب لنا احلى حاجه عندك. عايزك كده تدلعنا وما يهمكش الفلوس. تحت امر حضرتك يا فندم. انا النهارده اسعد يوم في حياتي. فعلا يوم هيكتب في التاريخ.